سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، اهلا بكم مرحبا في برنامجكم الشيف. عملنا النهارده عندنا بط بالبهارات، هو يعني على طريقة المندي، يعني بنغير في اكلنا وبنجدد، عايزين نشوف نعمل حاجات جديدة وحلوة. عندي بط، عندي رز بسمتي وبصل وطماطم، كزبرة ونعناع، شطة، كركم، فلفل حار، قرفة، قرنفل، ملح وفلفل وكمون، بصل اخضر، ريحان، سوري زنجبيل، وعندي توم مفروم، خل، زبادي، عصير ليمون، سمنة، كريستال، الصفرة. كل الكلام ده جميل وزي الفل، وتعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة. عندي كده المية بتسخن، زائد ان عندي غلاي، عايز اخلي المية بتغلي جدا، ونشوف هنعمل ايه. طيب عندي البط، في شوية زعتر حلوين هنحطهم كده مع التوابل، اكتف ذكر البط الحزين ده كده، وراح جايب الرجل التانية عاملها عكس اكياس كده. في ناس تقول لك ايه نحشي من جوه، مش عارف نعمل ايه، وترابات تتي ومش عارف ايه، هو اصل كده كده كل الصوص او الشوربه بتاعته بتتوغل معاه وبتاخد وتدي مع بعضيها، يعني عمليه مش ناقصه فبركه ولا قلنا احنا هنحشي ونعمل، لان كله هيتجانس مع بعضه. عندي كميه بهارات، لان هو اصلا اساسه البهارات دي كلها هتنعكس معايا فين؟ في الرز اللي هعمله. الرز اللي هعمله هو مش هياخد وقت كتير، لان عندي البط دوت اللي هو البط اللي هو السكوفي ما بياخدش سوى كتير في النار، ولكن برضو بيبقى حلو جدا وما فيهوش كوليسترول عالي، ما بيبقاش فيه دهن كتير، ودي الميزه الحلوه اللي في البط، وبيستوي بسرعه عن البط العادي. يبقى كده هنزل البهارات بتاعتي، ادي كمون، زنجبيل او جنزبيل، مكعب مرق، كركم، انا عايز الرز بتاعي يطلع اصفر، قرنفل، ده نعناع ناشف، قرفه ناعمه، ورق لورو وحبهان، وعندي شويه شطه حسب الرغبه. اغطي على ما كسر له البصل و التوم. البصل والتوم عايزه يتوغل ويتغلغل جوه الرز اللي بعمله عشان خاطر يديني طعم جميل. ده الزنجبيل، وادي الحاجة اللي حطها له على الوش وهو طالع، السبرينج اونيون كده مع الزبادي، ممكن ندي دول كمان معاهم اهم، نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل ده انا عايزه اخش جوه الرز بتاعي لما اجي اسويه. لازم نجدد في اكلنا ونشوف هنعمل ايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الملح بتاعي، وادي الفلفل اهو. يا ست ندى السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ كل سنة وحضرتك طيبة يا ندى. وانت طيب. صباح الفل. حضرتك ايه؟ في نعمة يا بنتي والله. تسلمي لك على الأكل الجميل ده. أمريني يا قمر. لا الأمر لله، أنا بسلم على طنط موسيقى كتير. أمور يا فندم. بقول لها كل سنة وانت طيبة، وممكن تدينا رقمها. مين يا فندم؟ الحاجة موسيقى. حاضر يا فندم على عيني، كل سنة وانت طيبة يا فندم، حاضر على عيني. تحت أمر سعادتك. كده هنا بنشيل
كل حاجة ورا. طيب عايز ده يغلي، خلينا في العين الكبيرة دي. يبقى آخر حاجة هعملها الفلفل مع الزبادي على الوش، على الوش. هو أنا مش عارف جمال جايب له سكر مع الشغل، شو اللي عامل بيه السكر يا عم جمال؟ ولا هتعمل بيه شاي أنت ولا حكايتك؟ ولا هتسفه؟ يبقى هنا السمنة الكستال الصفرة ليها عامل أساسي. ليه بقى؟ لأن أنا لما أجي أسوي ذكر البط هطلعه وأحطه في الفرن، يبقى لازم يكون في مادة دهنية أساسي. نعم؟ بعجن عجين الفلاحة. تعجنت قبل كده؟ ها؟ قاعدة متنية ثلاث تانيات يبقى تلت وتعجن بقى. طيب يبقى لما اجي احط الرز يا جماعة ما بقاش معجن عندي يطلع مفلفل، لان خد السمنة كريستال الصفرة. يبقى خد سمنة كريستال الصفرة. زائد ان ذكر بط فندي ده لما يطلع يستوي برضه هندهنه بسمنه كريستال وندخله الفرن عشان ياخد لون ذهبي وجميل. يبقى هنا كده نجيب ده على العالي ونصلي على حضره النبي. طيب عايز انا الشوربه بتاعته تغلي. الريحة بدأت تطلع اهي، صلاة النبي احسن. يبقى نجيب ده نخليه على جنب وده نخليه على ليه ما نشتغل فيه برضو على المية بتاعه دي ما تغلي، كنا احنا جهزناه اهو. ده البصل الربيع او السبرينج اونيون ده بيتحط دايما مع الاكل الهندي يبقى حلو قوي. مش كتير، اكتر شويه يعني قليله. طب بلاش كفايه بقى الاتنين دول، اصل دول هيلاقوني الليله فمش مش خساره فيك يعني. انا عارف انت بتحب الفلفل كتير. لا طب كويس كده اهو. وقوم بقى اروح جايب ايه معاهم، شويه كزبره خضراء عشان تبقى الليله معانا زي الفل. نصلي على حضره النبي. ننزل بقى بده كده
اديله كمان شويه ميه عشان اعمل حساب الرز. ميه بتغلي بس كده، خليه بقى يغلي. يبقى احنا الطبق الاولاني عرفنا مصيره ماشي ازاي، نشوف بقى بعد كده هنعمل ايه مع حضراتكم. طب استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اول غرفه محطه اضرب فيها. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. كلنا كل سنه طيبين، ذبحنا في العيد وعايزين نستخدم كل اجزاء الخروف اللي احنا ذبحناه قدام حضراتكم وقطعناه، قلنا ده يمشي ايه وده يمشي ايه وده يمشي ايه. النهارده هنخش على صينيه البطاطس اللي احنا بنحطها كده على الطبليه عندنا بالنسبه لنا، لكن بالنسبه للمخرج بتاعنا بنحطها على السفره، كل واحد وعلامه، لكن احنا بنحطها على الطبليه ونتلف حوالين منها كده بخمس ست رغيف عيش وشويه طرشي وحزمتين جرجيل ولا فجل ويلا. ما هو لكل واحد خمس ست رغيف، يعني عايزين 5-6000 عيش. على فكره العيش بيتباع بالالف، الالف يعني 20 رغيف. طيب يبقى هنعمل ايه بقى؟ عندي رقبه ضاني، بطاطس وبصل وتوم وكرفس، كرات، عندي ملح وفلفل وزيت، جزر، روزماري، جوز الطيب، زعتر، كمون، بهارات، مرق، ورق لور وحبهان، صوص طماطم. بتحب التوابل والتحابيش كتيره ليه؟ عشان لحم الضاني نفاذ، ودايما اللحم الضاني بيحب يبقى ياخد فيه توابل حلوه جميله عشان خاطر يتهضم، لان انا شخصيا لحم الضاني دوت بيبقى ليه ريحه كده، لكن في ناس تموت فيه وبالاخص الجماعه الصعايده، معرفش بيحبوا اللحم الضاني دايما، بس كل واحد ومزاجه طبعا، هو اكل ده مزاج. يبقى نحط الاول شويه زيت. طيب قول يا اختي، عندنا العريس النهارده المنتظر ياسر الساد بخيت، النهارده فرحه، كل يعني انا عايز اقول له مبروك بس مش عايز اقول حاجه تانية عشان حرام، خليه يفرح. بس هو لو فرح في اكل هنروح، مفيش اكل مش رايحين، فرح في اكل هنروح. ياسر السيد بخيت بنقول له مبروك وعقبال البكاري وربنا يفرحك كمان وكمان، بس ما تندمش بعد كده، انت حر، احنا مش بنعقدك ولا حاجه، احنا بس بننفضك. طيب هعمل ايه بقى؟ عايز اللحمه دي تحمر شويه يبقى لونها ذهبي، لازم اشمطها على راي الطباخين ما بيقولوا، يعني ايه اشوحها. باخد عصير الطماطم ده كده اهو، شوية ملح. يا عم عمر. ايوه. السلام عليكم يا عم عمر. وعليكم السلام. ازيك يا جميل؟ الحمد لله. امرني يا قمر. عايز طريقة الكريب. اللي ايه يا فندم؟ كريب. الكريب؟ اه. من عيني يا جميل، حاضر، على عيني على عيني. الكريب كوباية دقيق وكوباية لبن وثلاث بيضات، ثلاث معالق زيت، ذرة ملح، ذرة سكر. كل ده بضربه مع بعضه. وعيش حياتك معاه، ويكون طاسة عندك موجودة، طاسة موجودة بسخنها وبدعكها بحبة زيت، ادهنا بحبة زيت، لما تسخن انزل بالسطح الطاسة، غطي سطح الطاسة، وياريت يكون عندك جاهزة، ده بيتباع في السوق رخيص جدا مش غالي، ده للكريب يا جماعه وللقطايف، بتحط كل المكونات وتلف لفتين ثلاثه وبعدين بتقسط من غير ما تعمل، وده موجود للبانكيك او للكريب وسهل جدا، موجود في السوق مش غالي. طيب كده هنا لو انا مثلا يعني قاعد مع واحد او قاعدين مع بعض، هنا في حتتين كبار وحته صغيره ممكن يضحك عليا وكده يعني. طب ما نعمل ايه بقى عشان اذا حكمتم الناس بحكمهم بالعدل؟ نروح عاملين ايه، جايين دي كسرناها اتنين
كده عشان ايه محدش يضحك على التاني. زي اتنين قاعدين بياكلوا وبعدين في حته لحمه كبيره وفي حته صغيره. فاللي قاعد قدام منه اول ما مد ايده راح واخد الكبيره. هما الاتنين اللي بياكلوا. فالتاني قال له يا اخي صدق انت ما عندكش دم. قال له ليه؟ قال له بتاخد حته لحمه كبيره وحته صغيره. قال له طب لو انت مكاني كنت عملت ايه؟ قال له كنت خدت صغيره. قال له طب ما هو قدامك اهي. فاحنا كسرنا دي بقى عشان ما فيش حد ايه يزعل من التاني. كده عملنا صدمه كده زي ما انتم شايفين اهي. اللهم صل على النبي. البلد يوكل يا جماعه. البلد يوكل. عندي بقى ايه؟ ادي الكرفس والجزر. عايز اكسرهم. هنا. كده. ادي كمان الثوم. نشيل ده ورا. دايما يا جماعه الحاجه اللي يخني اللي هي البلدي بتاعتنا مثلا الطاجن او الصينيه تبقى غنيه دايما بال 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 كل العناصر الغذائيه موجوده فيها. ما بنعموش عشان يبقى حرش كده اهو ملموح. طيب دي الطماطم بتاعتي. ما تصلي على النبي. ادي مكعب مرق مهولوش لازمه بس اهو. يلا بهارات. بص الطيب. بس الطيب صغيره مش كتيره. ورق لورا وحبهان. زعتر وروزماري. كده اهو. عم احمد سلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ شربيني؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج احمد. كل سنه وانت طيب. ازي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ تمام. وعود الايام يا عمي. ربنا يخليك يا فندم. سؤال من سيادتك بس يا فندم. طريقه البسيمه يا فندم بعد اذن سيادتك يا فندم. طريقه يا فندم؟ طريقة البسيمة يا فندم بعد إذن سيادة حضرتك. خدامك يا فندم خدامك. يلا يا ست رضوى. نعم. ها؟ مين؟ رفيع؟ رؤية يا ست رؤية. يعني لازم تكلمني من نحوي رقية. ست رؤية. ألو. السلام عليكم يا رؤية. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا رؤية. امور يا رؤية. انا بحبك قوي. صباح الهنا على عيونك يا بنتي. الحمد لله. امور يا حبيبتي. رؤية. بطمني عليك بس وبقول لك انا بحبك قوي. الله يخليك يا بنتي ويحفظك يا رب. ربنا يحفظك يا بنتي. كل سنة وحضرتك. طب ليك اي سؤال عندي يا حبيبتي؟ نعم. ليك اي سؤال عندي؟ لا شكرا. ميرسي يا حبيبتي ربنا يخليك ويكبر بخاطرك. اشكرك اشكرك يا فندم اشكرك يا فندم. يا عم عبد الرحمن. ازي حضرتك يا شيخ؟ صباح الفل يا مانو. صباح الفل عليك يا شيخ. امرني يا قمر. عايز طريقه عمل الوافل. ليه يا فندم؟ طريقه عمل الوافل. الوافل حاضر على عيني. تامرني يا قمر. كده هنا
اهو. لازم كله يعرق مع بعضه. نعم يا فندم. ايتن ايتن كده هنا اغطي دايما. بص مع بعض كده، ده كربط شغال اهو، نقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتم. الو، السلام عليكم. السلام. ازيك يا ست العرايس؟ اموريني يا بابا. طيب حاولي تكلمها تاني يا فندم، اشكرك على اتصالك. اروق نفسي بقى من هنا. اجيب بقى البطاطس بتاعتي. خلي بالكم في حاجه عايز اقول لكم عليها، لازم شغل يبقى صح وواضح وجميل. ازاي بقى؟ لو انا جيت حطيت البطاطس بتاعتي كده، هتتهري مني مع اللحمه الضاني لان بتاخد وقت في السوى، فاروح اعمل لها صدمه في الزيت، اقطعها قطع كبيره كده، اهي ادي الوافل على الهواء قدام حضرتك، تنقله بالموبايل، صوره عندك بالموبايل او تكتبه عشان يبقى عندك دايما في الاجنده. يبقى كده حضراتكم ادي البطاطس بتاعتي. لو انا حطيتها دلوقتي ايه اللي هيحصل يا عم شريف؟ هتسيح معايا في اللحمه ومش هعرف املكها، واللي ياكل قدام مني يضحك عليا يطلع لحمه ما يطلعش بطاطس. الاثنين قاعدين بياكلوا وقدامهم صينيه اللحمه، فالراجل حط الصينيه قال يعني ياكل الراجل الضيف ده واللي فيض للبيت، زي عمي مثلا ايه فزاع. حط صينيه اللحمه بالبطاطس قدام منه، الراجل يروح ضارب ايده في الصينيه ومطلع حته لحمه، يقول زي بعضه اول حته، ده مين؟ الراجل صاحب البيت. الراجل كررها ثلاث اربع مرات، كل ما يحط ايده يروح مطلع اللحمه. فالراجل طبعا يعني البيت عايز ياكل، قال له يا راجل ما تطلع بطاطس، انت كنت مكسوف؟ طلع بطاطس وكل. البطاطس كده خرب هنا كتير. كده هنقليها نص قلية او نحمرها نص تحميرة عشان نعمل لها شخصية، بحيث ان انا لما اجي احطها مع اللحمة ما تتهريش مني. استأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني واتغير محطة واضرب اي حد. بصوا عملنا ايه يا جماعه؟ اللحمه عدت كلها مع بعضيها اهي اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ادي صوص الطماطم. انا مش عايز فيها ميه كتير، مش عايز فيها ميه كتير. كده Thank you.
طيب عم عايز اعمل حاجه كده حلوه يمكن تصحي معايا، الله اعلم تطلع ولا ما تطلعش. نعم يا فندم. يا عم ادهم، ممكن اعرف طريقه الكيك؟ ايه يا فندم؟ طريقه ايه يا حبيبي؟ ايه عايز طريقه ايه يا حبيبي؟ الكيك. الكيك؟ اه على عيني يا روح قلبي، على عيني يا حبيب قلبي. كده عملنا ورقه كده اهو، مقصرها شويه كده اهو، حبة زبدة بعد كده طيب بعمل ايه بقى تاني؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى نخش بقى الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بغطهاش. قوم اعمل ايه بقى تاني يا باشا؟ ذكر البط الحزين. دخل على سوا لسه شويه، مش قلقان عليه.
انا مش قلقان عليه، خليه يستوي براحته. طيب يبقى اشيل بقى كل حاجه من هنا. نحط بقى حل على النار عشان عايزين نعمل حبة شوربة الأول كده اهو. أم رتاج ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ صباح الهنا على عيون حضرتك. صباح الفل على عيونك يا شربيني. أخبار حضرتك ايه يا أم رتاج؟ الحمد لله. والله أنا دخلت خط الأرضي مخصوص عشان أتصل بحضرتك. يا أهلا بيك يا فندم، أهلا بسعادتك يا فندم، شرفتيني. الله يخليك. وأموري؟ الله يخليك. انا بس كنت عايزه، عندي عزومه كده، فانا عندي لحمه راس وكده، فعايزه اعملها بطريقه حلوه. انت شفت الحلقه بتاعتنا اللي احنا عملنا فيها لحمه راس والممبار والطحال والفشه؟ لا ما شفتهاش. ها انت لو لو دخلت على الموقع بتاعنا هتشوفيها، بس هجيبها لك على الشاشه دلوقتي على عيني. طب واقول لك تعملي ايه بالحرف الواحد. من عيني يا ست الكل حاضر، على عيني على عيني على عيني على عيني. معلش يا ست رادو خلي عليك انت شويه، هاتلنا النفحة دي. بتقولي لا مش عايز تشتغلي؟ انا عايز اخرب بيتك بس مش اكتر من كده. بتقولي لا انا قاعدة في فيلا. طيب حاضر شكرا، لا انا مش قاعدة في بيت. ماشي. طيب عندي شوربة جميلة، عندي شوربة جميلة. احنا عندنا شغل ياما ما تقلقوش. عندنا شوربة البقوليات، هنشوف مقاديرها مع حضراتكم دلوقتي. عدس بني، حمص، شعرية، بصل وجزر وكرفس ومرق، زيت زيتون، كمون، ملح وفلفل. الحاجات الحرشة دي أنا بحبها، يعني دايما بحب أنا الحاجات الحرشة اللي زي دي. طيب ممكن نزود معاها شوية طماطم بوري، شوية طماطم بوري عشان يبقى ايه شغلنا مظبوط وتمام. يلا بقى نشتغل، يلا نشتغل كده. ايه اللي مصحيك من النوم؟ انت كنت نايم يا ابني. لا انت بتهين نفسك يا رومون. روح كمل نومك. شد الكاميرا على رجلك عشان ما تربطش. طيب كده هنا حطينا هنا كرفس وكرات وجزر وبصل مع بعضيه كده. وادي فلفل حار اهو، كفايه دول بس عشان رضوى عرفت مصيرها فين، والحمد لله عرفنا ايه اللي هي ايه، خلصنا من الموضوع. طيب مش عايز اكسر اكتر من كده عشان تبقى مع الشوربه نفسها. نعم يا فندم. طب استاذن حضراتكم اخد فاص وارجع لكم تاني وانا غير محطه ولا اروح اي حته.
رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وادي ذكر البط حان الان ان احنا نقدر نظبطه ونروقه كده اهو. هعمل فيه ايه بقى؟ اصفيه كده الاول. حطيت هنا اي حاجه تحت منه عشان ما يلزقش في الصينيه، حبه بصل، شويه كزبره خضراء، شويه كرفس، كرات، اي حاجه. ادي شويه طماطم مع شويه زيت عشان ياخد معايا اللون الذهبي اللي انا عايزه اهو. زي ما حضرتكم شايفين ادي بيت الصلصه بتاعتي، واروح داخل بيه الفرن. بعد كده اسقط الرز بتاعي، ده الرز البسمتي. كده سقطت الرز بتاعي اهو، بشيل بقى العشب اللي هو بتاع الروزماري. ممكن هطلع بالرز عادي جدا، مفيش مشاكل عندي. ست زينب. ايوه. انا سلام عليك. سلام ورحمة الله وبركاته يا ست زينب. اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك. لو سمحت ممكن طريقة البيت كده نخش على الشعرية الحمارة بتاعت الشوربة. ست زينب اموري. خلي بالكم معانا بقى، نشوف بنعمل ايه في الشعرية. بنحمر الشعرية اهي. دي الشعرية بتاعتي، عايز احمرها كده. مهم جدا عندي في الشوربة دي حبة الكمون، البقوليات بتحتاج كمون، لازم اساس. هنا حطينا حبة زبدة وحطينا الشعرية تتحمر كده، وعندي شوربة على النار شغالة، نزودها شوية مية. نديها شوية طماطم بوريه، نقلب دي الأول، وأدي الطماطم البوريه مع الشوربة بتاعتي، وأدي البوكيه جرنية اللي أنا فرمته أهو، بصل وجزر وكرفس ورق لورو حبهان، ده كل الجمال ده اهو كده، مع الشعريه اللي انا حمرتها اهو. انزل بقى بالشوربه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي يا سيدنا محمد، حبيبي يا سيدنا محمد. كده كله بيغلي. حبة ملح، حبة فلفل، الكمون بتاعي، حمص، فاصوليا بيضة، وادي العدس بتاعي، بس مش كتير. اغطي كده، اشيل كل الليله من هنا اهو اهو.
كده اوطي بقى النار عليه عشان ما يلدعش مني. الشوربة كده شغالة والرز شغال وورقة اللحمة شغالة وكل حاجة في الفرن مظبوطة. يا ست زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن طريقة البيتزا؟ البيتزا من عيني يا فندم. على عيني. بشكرك يا فندم على اتصال حضرتك. ميرسي ليك يا فندم. طيب الهند دايما بيعملوا سلطة جنب الاكل بتاعهم جميلة قوي. سلطة الزبادي بالخضروات بتبقى ليها طعم جميل جدا وحلوة. طعم جميل جدا وحلوة عشان لما يجي اكله. والبيتزا على الهواء قدام حضرتك اهي. تعالوا نعمل حبة السلطة الحلوين بالزبادي كده اهو. طيب استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني ولا نغير المحطه ولا نروح في اي حته. رجعنا بعد الفصل وعندي الزبادي كده وادي الخضار بتاعي الجميل. بصل، فلفل الوان، خيار، ثوم مفروم، زيت زيتون كده، حبة ملح وفلفل، كل الكلام ده اهو. السلطة دي شوية كزبرة خضرة كمان جدعانة اهم. دولت بقى هينفعوني جنب البرياني، جنب اي اكل هندي. دي بتبرد الاكل. طيب احطهم في بوله كده صغيره شكلها جميله. دي حلوه دي. الشوربة خلاص والرز خلاص وكله زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. حبة رز، الله أكبر. بس عايزين خمس دقايق بالظبط. خمس دقايق. أما الشوربة بتاعتي خلاص فلة الفل. يبقى نغرف الشوربه بتاعتي. كده.
نعم يا فندم. الكيكه الاسفنجيه على الشاشه قدام حضراتكم، يا ريت تصوروها بالموبايل. دي الشوربه بتاعتي يا ست رود اللي انت عايزاها. مثلا يعني. طيب كده حبيبي يا سيدنا محمد. اوعى السكة والطريق، اوعى السكة والطريق. الله يا بلادنا الله. حبة رز الله أكبر. يا سلام لو كنت اشتغلت طباخ، يا سلام لو كنت اشتغلت طباخ. انا ده عندي البصلتين دول بالصلاه على النبي احسن من ذكر البط، احسن من ذكر البط. لا ازاي بقى، ده انا جاي لك، تقلقش عليا، اوعى تقول كده ازعل. ها انا ايه؟ انا بقول لك ازعل قوي، انت كده بتبيعني. اوعى اوعى تفكر ان انت تط في التط، تط في رط وتطمن في رغيف. يا رب يا مسهل. الله اكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
فين الاسباتول؟ فين الاسباتول؟ فين الاسباتول؟ طيب كده نشيل بس الورق ده كده. دي صينية عملناها عشان ننزلها كده فورمة. وادي اخر ورقة. مناديل. صلي على الحبيب. كده يا سيدي عملنا ورقة او صينية البطاطس بالرقبة، وعملنا دي السلطة مع الأكل الهندي. يا رب تكون حلقتنا عجبت حضراتكم النهاردة. عايز أشكركم على حسن متابعتكم. نشوفكم بكرة إن شاء الله على خير. سلام عليكم.